مع شروق شمس السابع من أكتوبر من عام 2023، طائرات شراعية تحمل مقاتلين من القسام تخترق الأجواء الإسرائيلية على الحدود مع غزة. بعد ذلك بقليل اقتحم مقاتلون السياج الفاصلة بدراجات نارية وسيارات دفع الرباعي وسيرا على الأقدام. تحول قرابة 60 كيلو متر من السياج إلى منطقة مفتوحة بين غزة وإسرائيل. المقاتلون وصلوا إلى عدة مستوطنات فيما يعرف بمنطقة غلاف غزة. تلك منطقة تمتد إلى عمق 40 كيلو مترا من حدود قطاع غزة إلى داخل الخط الأخضر. تضم هذه المنطقة عشرات المستوطنات ويعيش فيها أكثر من 50,000 مستوطن. وصل مقاتلو القسام إلى داخل هذه المستوطنات، اعتقلوا عددا من المستوطنين والجنود الإسرائيليين وعادوا بهم إلى قطاع غزة، بينما شهدت مستوطنات الغلاف المختلفة اشتباكات عنيفة مع الجنود داخل المستوطنات والقواعد العسكرية هناك، على وقع فرار جماعي للمستوطنين باتجاه مناطق العمق الإسرائيلي. كانت إسرائيل قد بنت جدارا إسمنتيا حصينا أسفل الأرض على الحدود مع غزة، ظنا منها أن المقاومة ستستخدم الأنفاق في أي هجوم، لكن الهجوم جاء من السماء وفوق الأرض.